اهلا حنين، الاكل جاهز؟ طبعا جاهز، بس لازم نستنى شوي لانه في ناس لازم تيجي تاكل معانا. نستنى مين؟ انا جوعانه. استنى دافي من رحوف سمسم، تعرفيها؟ انا وعدتها اني اسوي لها اكثر اكله وازكى اكله شعبيه بشارع سمسم. هذا حمص. ايوه حمص، عشان هيك عزمتك لاني بعرف انك بتحبيه كثير. اهلا دافي. سلام خميس. اهلين اهلين دافي اهلين. ادل كنت سكيت مليئة فلافل شأملتك شاشاني مسار لك بفكشة كاكا. تودا. دلخ اغب اني مئود 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 وهبت فلافل. واو. عدل 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 عدل. ايوة ايوة. عدل عدل. اه. هذا شابي ريح فلافل. صحيح الفلافل في الصحن هذا جابت لنا اياه دافي من رحوب سمسم. طيب طيب احنا بناكل فلافل في شارع سمسم، هو طبعا بياكلوا فلافل؟ طبعا يا حنين هم كمان بياكلوا فلافل برحوب سمسم. ما زي حمص؟ زي نيغا ميوت ميوت طعيم عدل. تودا دافي، اني عزيتي زي بعد سمين. طبعا هم كمان بياكلوا حمص برحوب سمسم. ايه هاد صوت غريب، ها بياكلوا حمص وفلافل، مش قادر اصدق. ايوه يا حنين هم بياكلوا نفس الاكل اللي احنا بناكله. طب عدل عدل. ايوه اهلين اهلين. عدل عدل، بتقدر داف بتقدر تسال دافي اذا بتحب تيجي تحكي معي دقيقه؟ بحكي. دافي حنين شو قالت ما تمخنا لي دبيري تريقا؟ بيتخ شاني مخنا. كان كان بيتخ. ايش 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 يعني بيتخ؟ ايش ايش عقد؟ يعني اكيد اكيد بتقدري يعني وافقت يعني. ايوه بيتا. ايوه بيتخ. يا سلام، صحبة حنين ودافع عم تزداد كتير، بس أنا مش عارف كيف رح يقدروا يتفاهموا مع بعض وهم بيحكوا لغات مختلفة. خليني أشوف. دافي دافي كان حنين حبوس حمص بتحطي حمص بعدين بتجيب الفلافل بتحطي فلافل فلافل حمص. فلافل وفلافل فلافل. لا 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 فلافل 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 لو سمحت. بدي سلطة. ممكن شوية شطة. واو.